مشاهدينا صباح الفل عليكم. دلوقتي بقى ميعاد اللعب والتنطيط والمسابقات والحكايات والحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها دايما في رحلتنا السعيده. يلا على طول نتعرف على الاسرتين اللي منورينا النهارده ونبتدي بقى نشوف مين هيلعب معانا ومين هيقضي معانا رحله سعيده. اسره الاستاذ يامن، ازاي؟ الحمد لله. قول لي بقى، عندك كام سنه وبتحب تلعب ايه وبتعمل ايه في حياتك وكده؟ عندي 7 سنين. بجريتو. بلعب شبه الكوره. وايه وبس كده، كفايه عليكم. ماشي، اوكي. اختك اسمها رولين. رولين، اوكي. عندي 8 سنين. جريتو. وبلعب جمباز. وبلعب، بعرف ارسم. يا ولد بتحبي ترسمي كتير يعني؟ طيب ماشي، نشوف النهارده بقى اللعب ده كله هيطلع في ايه. ماما يسرى محمد. اهلا. عندي 31 سنه. اوكي. ربة منزل. شجاعه ادبيه منك تقولي سنك والله. ماشي، برافو. محمد السيد. ايوه، نفس السن. الله. مفيش اي اختلاف يعني. ايوه ماشي، مش هقول. ماشي. هعديها. اوكي، هنصدق كلنا. شغال فوتوغرافر. فوتوغرافر، نايس. بنصور بقى وكده. صور فوتوشوب. فوتوغرافيا يعني. فوتوغرافيا وفوتوشوب. وفوتوشوب. ماشي، هنلعب النهارده جامد. انتوا اسره من القاهره؟ اصلكم من القاهره؟ لا، من اسكندريه. اسكندرانيه. اسكندريه اجدع ناس، ان شاء الله خير. طيب الاسره الثانيه اللي معانا النهارده اسره الاستاذ باتريك. باتريك، طب يا باتريك يلا مكسوف ليه؟ احكي لي، عندك كام سنه وبتحب تعمل ايه؟ 6 سنين. وبتحب تعمل ايه؟ بتفرج على التلفزيون دايما. دايما دايما دايما. الله، طب وايه اللي بيضحك في كده؟ ماشي، اوكي. ماشي، واختك اسمها مارلا. مارلا، ازيك يا مارلا؟ احكي لي عن نفسك. انا عندي 8 سنين وفي جريد 2. ماشي. بلعب جمباز ودايفنج وباليه. وبحب يعني ارسم. الله، انتي مارلا ورولين عندنا عاملين نفس تسريحة الشعر وشبه بعض وبيعملوا نفس الحاجات مع بعض. هنشوف بقى المنافسة هتبقى عاملة ازاي. دين. انا دينا. هاي. دينا ماهر. بشتغل فرونت اوفيس شاري. فرونت اوفيس في شركة. اوكي ماشي. بلاش اقول استنى. فريدي جورج. مش لازم. فريدي جورج. ايه يا فريدي؟ عندي محل مفروشات في الوكالة. طيب قبل ما نبتدي الاسئلة بتاعتنا وقبل ما نبتدي التشالنج اللي ما بين الاسرتين، انا احب اعرف الاسرتين مترابطين قد ايه وعارفين بعض قد ايه. هسألكوا شوية اسئلة تعارف ونجاوب بقى بسرعة، اوكي؟ محمد قول لي، يامن ايه اكتر حاجة كرتون بيحب يتفرج عليه؟ سبونج بوب. ده حقيقي؟ ماشي، اوكي. فريدي. باتريك بيتفرج على التلفزيون طول الوقت. ايه اكتر حاجة بتشده في التلفزيون؟ نينجا جو. لا ما لا لا لا، بقول بابا مش ماما. ايه؟ نينجا جو. ده حقيقي؟ ماشي، اوكي. طيب ماما قولي لي، ايه اكتر حاجه او اكتر مكان هي نفسها تروحه وتزوره ودايما بتقولك عليه؟ هي كانت عايزه تروح شرم وراحتها. مفيش حاجه لسه جديده ولا انت لسه ما قلتيش لماما؟ هي عايزه تسافر بره. عايزه تسافري بره فين؟ بابا عارف. تسافر فين بره؟ تسافري فين بره؟ قول انت. ها اقول؟ ايوه. ها قول. ماشي. عايز فرنسا. عايز تروح فرنسا؟ لا. اصلا بقى. اصلا بقى. امال عايزه تروحي فين؟ المانيا. ايه يا بابا؟ ماشي، اوكي، افتكرتك عارف. فريدي انت بتحاول تغش وتعرف معلومات؟ هتتفاجئ برضو على فكره. دينا قولي لي، هي ايه اكتر مكان نفسها تروح؟ نفسها في فرنسا وامريكا و... لا، عايزه مكان واحد اكتر حاجه نفسها تروح. اثري ولا اثري او سياحي؟ اثري، القريه الفرعونيه. حقيقي الكلام ده؟ ماشي، اوكي. طيب قول لي انت، بابا بيشجع فريق ايه؟ الاهلي. الاهلي؟ ماشي. وبره مصر؟ ايه؟ ريال مدريد. ماشي. قول لي انت بقى، ايه اكتر حاجه ماما دايما بتقول لك عليها لا؟ ان انا ما اشتريش حاجه حلوه دايما. ما تشتريش حاجه حلوه دايما. ماشي، عندها حق برضو. عن اقتناع ولا ايه؟ مقتنع؟ مقتنع يا باتريك ولا لا؟ مقتنع. ماشي، المهم تبقى مقتنع. ماما قولي لي، ايه اكتر حاجه يامن بيتضايق منها لما اصحابه بيعملوها؟ اكتر حاجه يامن بيتضايق منها لما اصحابه بيعملوها؟ يخصموني. اما يخصموه. طب هو اللي جاوب اصلا. هو اللي جاوب. قال يعني بقى انت عرفتي لوحدك يا ماما. ماشي، اوكي. قولي لي، بابا مين اكتر حد بيكلمه في التليفون؟ عمي.
عمك مينا؟ الكلام ده حقيقي؟ ماشي اوكي. قولي لي انت مين اكتر حد ماما بتكلمه في التليفون؟ بوسي. بوسي؟ بوسي اختك؟ اوكي اوكي ماشي. قولي لي انت مين اقرب حد لماما في العيله عندكم؟ اقرب حد؟ اه مامتها تيتا. مامتها تيتا ماشي، مش هنقدر نقول حاجه اكيد. اوكي.